استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه معانا على التليفون. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بك يا يوسف. ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله. تمام. الرز هيبقى بكام يا فندم؟ انا الاول سعيد بمداخله معاك برنامج بادئ بامل وطمانينه وابتسامه واطمئنان لما هو قادر باذن الله. يا رب يا فندم، ده احنا اللي متشرفين وسعداء بسمع صوت حضرتك معانا والله. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. هيبقى الرز هيبقى ب 10 جنيه ونص؟ ده مش هيبقى، هو بالفعل ب 10 جنيه ونص من شهر 9. الله، بالفعل هو ب 10 جنيه ونص يا فندم. طيب يعني انا لو رحت اي مجمع من مجمعات النيل الاقي رز؟ معالي الباشا، في 50,000 طن تم ضخهم على مدار شهرين، نهايه شهر 9 ونهايه شهر 10. كميات متوفره في كافه المضارب وكافه المجمعات من الجيزه لاسكندريه. شركه النيل شرف ليا ان اكون موظف فيها بدءا من الجيزه والقاهره. شركه اسكندريه شركه شقيقه بتغذي القاهره الاسكندريه، الشركه المصريه والعامه بتكفي جميع مناطق من اسوان حتى اسكندريه. كميات وفيره يعني انا ليا حصص في المضارب لم يتم استلامها حتى الان. ليه؟ عندي مخزن، عندي 10 مخازن في القاهره بيكفوا الجيزه وبيكفوا القاهره، فيهم الاستراتيجي كفي 3 اشهر والباقي في المضارب التابعه للشركه القابضه للسعادة الغذائيه. يعني انا عندي رز في مخازني كافي وفائض ولسه في عندي كمان طلبيات بتاعتي في المضارب ما استلمتهاش. ليا حصص بس بستلمها اول باول، يعني انا عندي دلوقتي كل مجمع يا فندم لا يقل فيه من 3 ل 5 طن. طيب لو وقف النهارده السوق الساعه 12 بكره طبعا كلنا على قدر الوصلات، مفيش مواطن يخش المجمع وما يلاقيش 31 سلعه موجودين في المجمع. من اول السكر وتنتهي بعلبه مرقه الدجاج اللي دخلت في الشهر ده ب 5 جنيه وربع. طيب ان اتى زيد او عبيد وذهب الى مكان ما في غير المجمعات بقى فيسال عن الرز، قالوا له لا والله الشركه سحباه، ياخد بعضه ويروح على النيل المجمعات الاستهلاكيه يشتري الرز من هناك؟ على كل المجمعات التابعه للشركه القدر الساعه الغذائيه هيلاقي ب 10 ونص كميات متوفره، وعندنا رز مصري ما بيتعداش ال 15 جنيه حسب تعليق معالي الوزير رئيس الوزراء، الشغل المصري ب 15 جنيه والحصه التمويليه ب 10 ونص. يعني بكميات وفيره جدا. حصه تمويني ب 10 ونص، الرز التاني بكميات وفيره. طيب الجوده الجوده يا استاذ محمد. صدقني يا فندم يا يوسف بيه انا باخد منها البيت. كلنا بناخد منها حاجه على اعلى مستوى. يعني زيها زي الشركات اياها القطاع الخاص والكلام ده؟ الحمد لله الدوله عندنا مش مخليانا نجيب من القطاع الخاص، وهو ده اللي عامل التوازن بقى. طول ما في دوله وفي شركه قابضه وفي دوله تموين لازم يكون في حد للاسعار، بدءا من السكر والزيت والرز والدقيق والمكرونه. وفي ناس بيصيدوا بقى ايه اوقات معينه كده ويعملوا بلبله. يعني انا عندي الزيت برضو لو سمحت لي اتكلم او فضل. انا اتكلم فضل يا فضل. يعني الزيت عندنا بكميات وفيره وفي شركات منتجه وفيها انتاج، وانا عندي رصيدي يكفيني 6 اشهر في الزيت. عندي الرز ب 10 ونص، عندي الدقيق ب 11 جنيه، وبرضو عندي يعني الحمد لله في تعاقد مع جهاز الخدمه الوطنيه موثق في شركه طايرو لتوفير المكرونه منظومه التموين ب 4 ب 5 اوروبا، والدقيق بيكفي من اسوان لاسكندريه ب 11 جنيه على اعلى مستوى. اللهم صل على كامل النور وكل من لون يصلي. تخيل ما احنا نحط عده مربى ب 14 جنيه. وزن كام؟ 140 جرام. نعم معلش استحمل غلاستي، وزن كام مربى؟ لا ده هو سؤال عشان خاطر تطمن اخواتك واهلي واهلك. ايوه اللي هو 350 جرام يا فندم ب 14 جنيه. التين والفراوله ب 14 جنيه، عندي تونه مفتته 140 جرام ب 12 جنيه. عامله دي بقى حرب الاسعار الخارجيه خارجه جامده، الحاجه بره مش هتلاقي دي، ما تلاقي زمان ده بيعمل توازن في السوق الداخلي عن السوق الخارجي. والله ده انا لسه شاري مربى، لو كنت اعرف كنت رحت النيل المجمعات الاستهلاكيه. يا باشا شرف لينا والله وجودك معانا. نسيبها لاهالينا هم. انا شرف لي وجودك على الساعه مساء يا يوسف بيه. لا يا فندم احنا اللي نتشرف يا محمد بيه، ربنا يخليك. وصدقني احنا عندنا تعليمات ان ما يقال هو الصدق، يعني ما اقدرش اقول لا الصبح عندك ابعت الكاميرا الصبح في اي مجمع 1/11 بقى عندنا طوارئ لغايه ما المواطن ياخد تمويل. لا انا هقول لسيادتك حاجه، ليس تشكيكا خالص بل بالعكس احنا هنعمل كده بقى. هنعمل ايه؟ احنا هنبعت زملائنا يصوروا من باب الطمأنة والتأكيد على المعلومة، هيروحوا وهيلفوا في كذا مجمع، بس مش هنقول لمحمد بيه احنا رايحين فين بقى. يا باشا اهلا وسهلا بيك من اكثر من الجيزة لغاية القاهرة. ربنا يعني اول السلام لغاية القاهرة، وبرضه اسكندرية المجمعات شركة شقيقة وتابعة للشركة القابضة للسعادة الغذائية، كلنا كل الحصص واحد.
بس حضرتك بقى مليانة. قول لهم قول لهم بس ايه بتوع القناه الاولى وبرنامج التاسعه هيجوا يصوروا فما وهيبقى معاهم الكرنيهات والتصاريح. ما انت ما تديش ميعاد عشان انت ما تديش ميعاد عشان انا ايه المكتب يعني المجمعات مفتوحه في اي وقت والارصده موجوده فانا ما بعملش حاجه عشان التصوير. هذا تيجي مباشر في اي وقت وتحت امرك يا فندم. 100 فل الامر لله سبحانه وتعالى. الف الف شكر حضرتك يا استاذ محمد. كل الشكر استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه.